الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الجمع الكريم، أحييكم بتحية من عند الله مباركة، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشكر أتمه وأخلصه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حفظه الله، وكذلك لشعب مصر الكريم ولسماحة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على كريم هذه الدعوة وعلى حسن الضيافة، فضلا عن تهيئة هذه الفرصة لألتقي بهذه الكوكبة المباركة من العلماء والمفكرين من الدول الإفريقية والعربية والإسلامية في هذا المؤتمر الذي أحسنتم إقامته زمانا ومكانا وموضوعا. الاجتهاد ضرورة العصر، صوره وضوابطه، رجاله الحاجة إليه، فهي قضية الساعة لأثرها البالغ في استقرار المجتمعات. فنهنئكم لحسن اختيار هذا الموضوع، موضوع هذا المؤتمر ومكانه. حقيقة نحن من أسعد الناس في هذا اليوم، إذ أننا نلتقي بهذه الكوكبة المباركة من العلماء الأجلاء ونستمع إليهم ونبحث وننظر ونطلع على هذه الأبحاث أو البحوث الغيمة في مادتها، وكذلك إلى هذه الجلسات المباركة التي لا شك أنها سوف تنداح وتخرج في شكل توصيات تستفيد منها أمتنا في جميع أنحاء الأرض. هذه الجلسة أرحب بكم وأرحب بالمشاركين دكتور أحمد الحداد والشيخ أسد الله موالي والأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز والدكتور سلمان سليم علوان. هذه الجلسة بعنوان ثقافة الاجتهاد، وهذه الثقافة حقيقة نحتاج إليها ونحتاج أن نعززها، وخاصة بين طلاب العلم وبين أئمة المساجد والعلماء، لأن كثير من العلماء يجهلون هذه الثقافة ثقافة الاجتهاد. ولذلك كانت عنوان هذه الورقة أو هذه الجلسة العلمية بهذا العنوان ثقافة الاجتهاد. ولكل أحد من هؤلاء الدكاترة الأجلاء العلماء 15 دقيقة. نبدأ إن شاء الله هذه الجلسة بورقة الدكتور أحمد الحداد مفتي إمارة دبي دولة الإمارات العربية المتحدة، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
والثناء عليه والصلاة والسلام على سيدنا. مفتي مصر سعادة الأستاذ الدكتور شوقي علام حفظه الله على دعوتهم الكريمة وجهودهم الجبارة في مثل هذا المعترك الثقافي والعلمي. الشكر الجزيل كما هو لسماحة مفتي مصر هو في المقام الأول لمعالي وزير الأوقاف سعادة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة سالم الذي ما فتئ يتحفنا سنة بعد سنة في مثل هذه المؤتمرات ومثل هذه المعتركات العلمية النافعة المفيدة التي تثري الساحة الفكرية والعلمية في آن واحد. والأهم من ذلك هو هذا الموضوع، موضوع الاجتهاد الذي يدعيه كثير من الناس، وكما قالوا وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، لأن من ادعى يحتاج إلى برهان، والبرهان هو العلم النافع. ولكن قبل أن أتقدم بورقة هذه المختصرة أحب أن أنقل لمعالي وزير الأوقاف والإسفادة الحضور جميعا تحيات ومباركة سماحة العلامة الشيخ الدكتور عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي رئيس منتدى تعزيز السلم الذي كلفني بالحضور للمؤتمر نيابة عنه للتحدث في هذا الموضوع المهم، فهو ينقل لكم تحياته وتمنياته على هذا الجهد المبارك، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. حديثي المختصر في هذا الموضوع في نقاط محددة، لا أحب أن أكرر حديثا معادا، وإنما سأدخل في الموضوع بعد تعريف الاجتهاد وما أشبه ذلك. أقول ما هي الدواعي للاجتهاد، ما هو الداعي لأن ندعو الناس لأن يجتهدوا في تحصيل الاجتهاد ويمكنوا أنفسهم من أن يكونوا مجتهدين. الدواعي لذلك كثيرة، فإن الله تبارك وتعالى جعل شريعته الإسلامية حاكمة لمصالح العباد والبلاد إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، كما يشير إلى ذلك قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومقتضى حفظ القرآن حفظ العمل به، كما يشير لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا يعني أن الشرع الإسلامي سيظل ظاهرا منصورا قائما بين الناس بالقسط في خواص أمورهم وعامها ودينهم ودنياهم. ومن المعلوم أن حاجة المسلمين تتجدد وتشتد لمعرفة الشريعة وأحكامها كل يوم، ولا سيما فيما يستجد من أمرها، وما أكثر المستجدات، إذ لا تخلو واقعة عن حكم لله تعالى متلقى من قاعدة الشرع كما قال الجويني في البرهان، بل إن مستجدات الأمة اليوم تغلب على قديمها، وذلك ككثير من أحكام المعاملات المادية الحديثة الشخصية منها والمصرفية، وأحكام المعاملات المدنية في العقود والصناعات، وأحكام المعاملات السياسية بين المسلمين أنفسهم داخليا وخارجيا وبينهم وبين غيرهم سلما وحربا، وأحكام الاتصالات الحديثة وما ينبني عليها من أحكام في العقود وإثبات الحقوق وإبطالها إلى غير ذلك. وأن للعالم أن يجيب
في كل تلك المسائل إلا في ضوء علم واسع وفهم ثاقب واستنباط موصل، فإن فعل ذلك كان قد أدى واجبه، وإلا بقي الفرد أسير الحاجة إلى المعرفة، والعالم أسير المسؤولية أمام الله تعالى الذي أخذ عليه العهد بالبيان، كما قال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، كما أنه أسير الإجابة الصحيحة حتى لا يضل أو يضل، وهذا ما يحمله على الجد في الطلب والاجتهاد فيه حتى يصير مجتهدا، ولولا وجود الاجتهاد لكان الناس في حيرة من أمرهم، ولما وسعهم أن يصدقوا صلاحية الشريعة الإسلامية لعصر الحضارة المادية كما كان حالها مع الحياة الفطرية، بل لتمكن أعداء الإسلام من صد الناس عن دين الله إما بالتزهيد فيه أو بتحكيم غيره أو التشكيك بصلاحيته، ولكان لهم مبرر من القول يستميلون به العامة، وبذلك تفسد البشرية بل تفسد الدنيا بفساد الأحكام. وقد نص العلماء قديما على مثل هذه المسألة بضرورية البحث عن الاجتهاد وأخذ وسائله وطرقه، فقال العلامة الشهرستاني في ملله: وبالجملة نعلم قطعا ويقينا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد، ونعلم أنه لم يرد في كل حادث النص ولا يتصور ذلك أيضا، والنصوص إذا كانت متناهية فالوقائع غير متناهية، وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى. علم قطعا محل الشاهد، علم قطعا أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد. وقال إمام الحرمين: النصوص لا تفي بالعشر من معشار الشريعة، لا تفي بالعشر من معشار الشريعة. وقال الإمام البغوي: على كافة الناس القيام بتعلمه، أي ما يبلغ رتبة الاجتهاد، غير أنه إذا قام به من كل ناحية واحد واثنان سقط الفرض عن الباقين، يعني أنه فرض كفاية، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أن الأمة الإسلامية ولا سيما علماءها هم معنيون بأمر الاجتهاد تعلما وتفقها وتبصرا حتى يتأهلوا له. فما هو التأهل الذي ينبغي أو يتعين أن يتأهلوا له؟ هذا ما ذكروه بما يسمى بصفة المجتهد، لأن المجتهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته ليبين لهم شرع ربهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تعالى مبينا لكتابه بقوله وفعله، وجعل على لسانه وفعله مثل ما في الكتاب العزيز من الدلائل والأحكام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فمن يقوم بمهمته من بعده يجب أن يكون قد تأهل، قد نهل وعل من شرعه الشريف كتابا وسنة وإجماعا ووصولا وفقها ولغة ومعرفة للواقع ومعرفة لأحوال الناس واختلاف أزمانهم وأمكنتهم. ومن ذلك نص على شروط يتعين أن تتحقق هذه الشروط في من يكون أو في من يدعي الاجتهاد. وأول شروط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة، هذه شروط خاصة وعامة لا بد أن تكون، أن يكون كل إنسان متأهلا بها كتأهل عام، ولكن هناك تأهل خاص، وهي العلم بالأحكام، بأحكام الكتاب والسنة، الأحكام القرآن الكريم وأحكام السنة المطهرة، أحاديث الأحكام، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، معرفة صحيحة ليعرف موطن الدلالة وموضع الاستدلال من الكتاب والسنة. وكذلكم أن يكون عارفا بمسائل الإجماع والخلاف حتى لا يخرق الإجماع أو يدعي ما فيه خلاف أنه محل إجماع.
وأن يعرف كذلك لسان العرب لغة ونحوا وصرفا وبلاغة، معرفة يميز بها دلالات الألفاظ اللغوية والتركيب الجملي والجذري، ويعرف منها الحقيقة والمجاز، لأنه إن لم يكن عارفا بذلك لم يهتدي لدلالة الكلام، ولا يعرف فحواه ولا لحنه ولا متعلقات ألفاظه. ومن المهم أيضا معرفة أصول الفقه معرفة تامة، فهو أي أصول الفقه من أهم ما يجب معرفته للمجتهد، لكونه أساس الاجتهاد وركنه، بل هو شرط الاستنباط ودعامته، ولولاه لما تمكن العلماء من نصب الأدلة على مدلولاتها، ولما تمكنوا من استنباط الأحكام. فهذا أهم ما يجب من الشروط لمن يمكن أن يتأتى منه الاجتهاد في علم الشرع. فإذا رأينا مهندسا أو طبيبا أو غير ذلك هو يخوض في هذا وليس عنده هذه المؤهلات، هذا قطعا نقول إنه ليس من هذا الباب، وإن ادعاه مدع فإن الدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء كما قالوا. فإن لم يتأهل بمثل هذه المعارف العلمية الأساسية للاجتهاد، فإنه وإن حاول الاجتهاد سيقع في المحذور ولا بد، لأنه سيبني حكما على مقدمات غير يقينية أو مقدمات مغلوطة، فينتج من ذلك الزلل، ولا يقال عندئذ إنه اجتهد وأخطأ فلا يحرم من الأجر، لا، فإن ذلك في من تأهل، وذلك الذي له إن أخطأ له أجر على خطئه على اجتهاده، وإن أصاب فله أجران. أما هذا فليس من ذاك، وإن قال إن أنه مجتهد ليس من هذا الباب، بل هو آثم كما تقرر في كلمات أصحاب الفضيلة في جلسة الافتتاح. هذه هي المعضلة التي يعاني منها المجتمع المسلم اليوم في جميع البلدان، حيث يتسارع العلماء للقاء ربهم فلا يخلفهم في علمهم ذو بال، فيقوم أدعياء العلم فيتسلقون مناصبهم في الاجتهاد والفتوى، وهنا يمكن خطر الضلال والإضلال. وكما قالوا: اليوم أهل البدو والقصور يفتون جرأة مع القصور، وربما قضوا بلا استئذان ولا إقامة ولا أذان، وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم الحتمة، كما قال الغلاوي في بطليحة. إذن هذه مؤهلات المجتهد أو شروط التي إذن في ماذا يكون الاجتهاد؟ أين يكون الاجتهاد؟ ما هي المواضع التي نجتهد بها؟ إذا عرفنا أن الاجتهاد هو استفراغ الوسع ليحصل به ظن بحكم شرعي، علمنا من ذلك أن الاجتهاد لا يكون إلا فيما أشكل أمره مما لم ينص عليه دليل واضح الدلالة على المراد. أما إذا كان مثلا يعني المسألة منصوص عليها فلا اجتهاد في مورد النص، وكما قالوا: إذا جاءت النصوص من الصحاح طارت الأقيسة مع الرياح. نعم. فإن لم كما دل على ذلك حديث معاذ السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب؟ قال: فبسنة. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. والحديث دليل واضح الدلالة على أن الاجتهاد لا يكون إلا عند فقد النص الصريح في المسألة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر معاذا على مراحل الاستدلال، وهي الكتاب والسنة الاجتهاد، وهي المرحلة الثالثة من مراحل الاستدلال. ومن هنا استنبط العلماء قاعدة مضطردة من قواعد الاستدلال، أنه لا اجتهاد مع النص. أما الاجتهاد في فهم النص الذي يحتمل أكثر من معنى فهذا سائغ، كالاجتهاد على أن الترتيب في الوضوء فرض، أو على أن مسح الرأس واجب كله أو ربعه أو بعضه، أو على أن الزكاة واجبة في النعم السائمة دون المعلوفة، أو على أن يصلي الصحابة رضي الله عنهم العصر في بني قريظة أو في الطريق إلى غير ذلك. فهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد في مفهوم النص. النص صحيح، ولكن المختلف
في دلالة النص، هذا وارد، ولكن لا يكون يعتاد في هذا النص إلا إذا وسعه الاستدلال، ولذلك وذلك لقرائنا ترشح المعنى المختار في الاستدلال على غيره، كأن تكون اللغة تقتضيه أو العرف دال عليه أو موافقته لمقصد عام من مقاصد التشريع ومقابله منابذ لهذا المقصد، أو وجود شواهد من السنة تشهد لهذا المعنى دون ذلك. هذا إذا كان الاجتهاد في فهم النص، فإن لم يكن نص من كتاب ولا سنة فكيف يكون الاجتهاد وعلى ماذا يعتمد؟ يكون الاجتهاد عندئذ بالقياس على نص أو على تحقيق مناط العلة أو إدراك مقصد الشارع في المسألة، فيستخرج من ذلك المقصد حكم يلحق النازلة بالمقصد، لأن الاجتهاد ليس مصدرا، هنا لابد أن نعرف الاجتهاد ليس مصدرا من مصادر التشريع بحد ذاته، وإنما هو وسيلة للوصول إلى الدليل الشرعي من مصادر المختلفة، ولكنه اجتهاد في إلحاق النازلة التي يراد لها الحكم الشرعي بأحد مصادر التشريع الأخرى التي هي معروفة لديكم، ومنها القياس أو المصلحة المرسلة أو الاستحسان أو الاستصحاب أو العمل بالأصل أو العرف أو سد الذرائع أو نحو ذلك من مصادر التشريع المعروفة. فإذا أراد المجتهد مثلا أن يبحث مسألة مثل مسألة النقود الورقية السائدة اليوم في العالم أجمع ليبني عليها حكما شرعيا كإيجاب الزكاة أو جريان الربا، فلم يجد نصا من كتاب أو سنة على أن مثل هذه العملة يجري عليها ذلك الحكم، احتاج إلى معرفة مقصد الشارع من إيجاب الزكاة، فيجد أن فرضها كان لسد حاجة المحتاجين من المسلمين لما بين المسلمين من وشائج القربى وتلاحم الصف، فهم أمة واحدة وهم يد واحدة على من سواهم، وشأن الأمة الواحدة أن يعطف غنيها على محتاجها ويعود عليه مما يملك، وحتى لا يترك الناس إلى ضمائرهم في إذكاء هذه الشريعة، جعلها الشارع فريضة محكمة كفريضة الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن هنا يعرف مقصود الشارع من فرض الزكاة بأنها سد حاجة المجتمع، وهذه العملة تقوم بمثل هذا المقام، فيقول بأن الزكاة واجبة، وعندئذ يكون الحكم واحدا كما كان في الذهب والفضة، نحل أيضا كذلك في العملة الورقية إلى غير ذلك من مسائل هكذا. وإذا سأل القارئ ما الداعي للاجتهاد في هذه المسألة والعرف يسمي مثل هذه العملة نقدا كما يسمي الذهب والفضة، فلماذا لا يكون حكمها واحد من غير نظر ولا استدلال؟ فإن الشارع قد حكم العرف في كثير من الأحكام، والجواب أن الداعي لذلك موجود، وهو أن النص الشرعي في حكم الربا ووجب الزكاة ذكر الذهب والفضة، فلو أراد أحد أن يقتصر على النص فقط ويكون ظاهريا شديدا التمسك بالظاهرية لنخرب ركن من أركان الإسلام، وعندئذ من الذي يسعفنا في حل هذه هو المجتهد الذي عرف مقاصد التشريع وعرف حاجة المجتمع وألحق الفرع بالأصل فأوجب الزكاة وأجر الربا وغير ذلك من الأمور. أما أنواع الاجتهاد فكثيرة، هناك اجتهاد نوعي يعني فردي واجتهاد جماعي، وتفصيل ذلك لا يطول، وأرى رئيس يعني يغمز إلي بانتهاء الوقت، والبحث لعله إن شاء الله سيصل إليكم، فهو مستفيض في ذكر هذه الأشياء وملحق ومختوم بقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 37 بشأن موضوع الاجتهاد الذي جعل معايير محددة لما يكون الاجتهاد فيه وشروط المجتهد، وهو مما ينفع الناس إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلكم أختصر كلامي وأقتصر على ما ذكرت، سائلين الله تعالى أن ينفعني وإياكم وأن يجعل هذا المجتمع مجتمعا مباركا نافعا يخرج نفعه للأمة الإسلامية، وتنتفع الأمة الإسلامية بهذه الجهود الجبارة التي يبذلها أمثالكم وتبذلونها في محافل تعليمكم وتدريسكم وتأليفاتكم. نسأل الله أن يبارك في جهود الجميع وأن ينفع الجميع وأن يجعل هذا كله في ميزان
من أسدى إلينا معروفا بإقامة هذا المؤتمر وهو معالي الدكتور محمد مختار محمد مختار وزير الأوقاف مختار جمعة سالم، وكذلك من الطاقم الذي معه من الإدارة ومن الوزارة. نسأل الله أن يبارك في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظري كلمة قالها الشيخ الدكتور أن الاجتهاد ليس تشريعا وليس نصا، أي أنه ليس منشئ للحكم وإنما هو مظهر للحكم، ولذلك هذه عبارة مفيدة. جزاك الله خير الشيخ الدكتور على هذه الكلمات. الآن إن شاء الله كلمة الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق جامعة القاهرة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيها السادة، عذرا لو تلعثمت أو ارتعش صوتي، لأني حينما أنظر لمن أجلس بجوارهم أو أراهم في القاعة لابد أن أصاب بالرعب والخوف من المواجهة، فسامحوني إن تعثرت أو تلعثمت. ومن هنا سأدخل في الموضوع مباشرة. فيما مضى كان الاجتهاد محصورا بمكان الأطراف التي تجتهد، إما العلماء وإما سائلين العلماء. أما اليوم من منكم يستطيع أن يضبط أو يقيس الساحات التي انفتحت على مصراعيها أمام كل من قد يكون مجتهدا أو مفتيا أو مفتكسا أو مخزبلا أو ملعفنا؟ هل فيكم أحد يستطيع يا سادة أن يضبط الآن حجم هذه المساحة التي تتسع يوما بعد الآخر، لتأخذنا من التركيز والعمق إلى التسطيح، بل إلى حد أقدر أقول التزوير؟ بدليل، قبل أن أأتي إليكم قرأت مصطلحين: الأحكام القطعية والأحكام الظنية، ورحت إلى وسائل الإعلام وجدت أن هناك من جعل من الأحكام القطعية أحكام ظنية والعكس أيضا. وهنا يأتي السؤال: هل نعرف حجم الضحايا والجرائم وكل الأوبئة الاجتماعية الذي بدأت تنتشر يوما بعد الآخر من جراء ادعاء المعرفة؟ سأحكي لكم قصة. في بلجيكا أجروا دراسة ميدانية على عينة من المسلمين وغير المسلمين، ماذا يعرفون عن الإسلام وسلوك المسلمين؟ لو تعلمون قسوة النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة: السلبية والسلبية والسلبية. وسئلوا: من أين أتيتم بهذه الانطباعات؟ وجاءت المفاجأة: من مواقع التواصل الاجتماعي، والأخطر منها من الأفلام الدرامية والأفلام السينمائية. وكلكم تعلمون ما للدراما من تأثير أعمق بكثير من الأحاديث المباشرة أو من البرامج المباشرة. ومن هنا أسأل سؤال: هل أجهزتنا القائمة على شؤون الدعوة أو على شؤون التوعية والتنوير وضعت قاموس للتعريف
بمفهوم الاجتهاد شريطة أن تكون مكتوبة بلغة بسيطة تمكن القائم بالاتصال في الإعلام أن يستوعبها، خاصة ودعوني بحكم مهنتي أنني أرى كل من أمسك بحديدة، وطبعا كلكم تعرفون ماذا أقصد بالحديدة، كل من أمسك بميكروفون أنا أسميها الحديدة، يقول أوهام وخرافات جديدة لم نسمع عنها من قبل. ثانيا، هل القائمين على الاجتهاد أو على أعمال التوعية وشؤون الدعوة دربوا على مهارات الاتصال والتواصل مع فئات المجتمع المختلفة؟ أنا شخصيا وقد بلغت من العمر 70 وأدعي أنني أجيد القراءة وأجيد الفهم، كثيرا ما أجلس أمام بعض البرامج وأجد من المصطلحات والمفاهيم التي تجعلني أبحث في ذهني ما المقصود بها. طب أنا وقد حاولت أن أجتهد لكي أعرف المعنى، ما بالكم بالعامة؟ ما بالكم بمواطن عادي خلفياته ليست بالعمق التي تجعله يستطيع أن يفرق بين هذا المصطلح وذاك المصطلح؟ يا ترى هل هناك تكامل بين الجهات المختصة بالدعوة وبالاجتهاد وبين المؤسسات الإعلامية أو الكياكل القائمة على تنظيم مهنة الإعلام في عالمنا العربي والإسلامي؟ لا أريد أن أصدمكم، حينما حللت واطلعت على بعض التشكيلات لبعض الأجهزة المنظمة للإعلام في عالمنا العربي، نادرا ما أجد فيها من هم أصحاب المعرفة الدينية والمستنيرة الحقيقية. أليست هذه بمشكلة كبرى؟ سؤال: لماذا نصدر أحكام بأنها جرائم لمن يخالف ويذيع خبرا مكذوبا أو خبرا غير دقيق؟ هل سمعنا عن من تم محاكمته لأنه ارتكب جرائم في الدين؟ أرجو، أنا لدي من ربع ساعة هاخد من 10 دقائق وحدي 5 دقائق للقاعة، لأنني من هواة التفاعل، لأني لا أملك أي ثقافة ولا ثروة معرفية تمكنني من ربع ساعة بأمانة في حضرة حضراتكم، وبالتالي أنا بوجه أسئلة لكي أستفيد أكثر مما أوجه خطابة. الروابط الإلكترونية من يحكمها؟ من يضع ضوابطها؟ من يقول نعم هذا الرابط إيجابي ومستنير وينير، أما أنه مصدر للتدمير؟ وكثيرا من هذه الروابط أصبحت مصدر للتدمير. ألا يؤلمكم ويؤلمني حينما أرى من يكتب أمام اسمه أنه عالم أو داعية أو وأجده يتحدث عن الدين بسخرية ويتصور أن هذا يجعل له شعبية؟ أي شعبية؟ على حساب عقيدتنا وعلى حساب قيمنا وعلى حساب مبادئنا. أيها السادة، يؤلمني أن أقول لكم أن بسبب هذا الخطاب وهذه الإفتاءات المزعومة تحولت معظم المجتمعات، ولا أرجو أن لا أكون أصدر تحكي تعميما، انقسمت إلى شقين: شق فهم خطأ ومن ثم تصرف خطأ، أما النص الثاني وهو الأخطر وهو التغرب، الغربة عن قيم المجتمع، الغربة عن قيم ديني الحنيف. سأكون صادقا إلى حد الصدمة، جاءني ابني
وقد درس في إحدى المدارس الدولية، وأكمل دراسته في جامعة مرموقة فرنسية، وجاء إلي بعد عودته قال لي: بابا. قلت له: نعم. قال لي: أنا عرفت في باريس في إحدى الجمعيات الدينية حقيقة الدين الإسلامي العظيم أكثر مما عرفته، وأنا هنا وأذهب معك للصلاة في يوم الجمعة. نقطة. صديق لي نلتقي كل يوم جمعة، وأكرمني الله أن أقنعته بالصلاة معي في يوم الجمعة. كان له طفل يدعى كريم يبلغ من العمر 8 سنوات. فقال لي: عمو أرجوك خدني معاك الجمعة أصلي. سعدت سعادة بلا حدود. بعد ذلك الصلاة قال لي: من فضلك أنا مش جاي معاك تاني. يا ولدي، قال لي: لماذا يصرخ الخطيب ويعلو صوته فيخيفني، ولماذا ينفرني ولا يبشرني بالأعمال الطيبة، ثم لماذا يدعو على الأديان الأخرى؟ هنا توقفت، هنا توقفت، ومن ثم هنا سأتوقف، لأني أقول: أرجوكم أرجوكم اجعلوا المؤتمر القادم أن يكون متوحورا حول إلى أين بنا يذهب الإعلام في قضايا الاجتهاد وقضايا التنوير. وبحكم أنني رأيت على الكراسي وعلى المقاعد أسماء أصحاب مناصب في بلادهم، أنا متبرع بالآتي: أن أخطط لدراسة ميدانية استقصاء يتم توزيعه عبر كل المواقع وبشكل مباشر على عينات من شبابنا في العالم العربي، لكي نقيس اتجاهاتهم نحو الخطاب الديني، ونحو صحة ما يستمع إليه، ونحو عمق وجدية وأصولية ما يسمعوا إليه. ودعونا نخرج بهذه الدراسة إلى النور ونناقشها بكل صدق وصراحة في مؤتمر عنوانه: الرأي العام والإعلام والاجتهاد في الإسلام. صدقوني ستفاجؤون بنتائج غير عادية، وأعتقد زي ما علمونا في التسويق التجاري: إذا أردت أن تنتج منتجا يلقى قبولا تأكد أن هناك مستهلك يستهلكه، وأنه لديه القدرة على شرائه والتعامل معه. سادة، أنا في غاية الأسف أن يكون حديثي قد اتخذ الطابع السلبي، ولكني لا أستطيع كباحث مجتهد إلا أن أقول أن هناك خلل وهناك اختلال في قضية من أخطر القضايا، وهي قضية الاجتهاد. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم، وشكرا جزيلا. شكرا في سياحة، ما شاء الله شديت وشدة كل الناس منتبهين لكلامك، حقيقة لامست وتر حساس، جزاك الله خير. وحقيقة ناقش مسألة مهمة جدا وكلكم انتبهتم، شعرت الناس في القاعة كلهم مشدودين لكلام الدكتور، لأن الحقيقة لامس إشكالات نحن نعاني منها، وكانت واضحة، يعني كلام كان واضح شديد. وهو حتى المقترح للمؤتمر نخليه للمقررين إن شاء الله، بعدين تغرج في المقترح بتاع الإعلام، الرأي العام والإعلام والاجتهاد والمؤتمر. والكلام المهم برضو انتبهت له هو أن يؤسس الناس خطاب دعوي يقوم على العلم وفهم واقع الأمة، مركز، وأن يكون بلسان العصر. الأخوان نقطة مهمة، يعني في
ناس الآن قال لك ممكن تتكلم معه بكلام ما يفهمه، هو ذاته قال دكتور في عبارات وما يفهم معناه فضلا عن عامة الناس. ولذلك المغررية كلام الدكتور أنا بعتبره توصية، وأنا أوصي به أن نؤسس خطاب دعوي يقوم على العلم وفهم واقع الأمة، وأن يكون بلسان الحصر. وأنا أضيف وعدم التعصب لمذهب مع التدرج في ذلك لذلك الدرجة. نشكر الدكتور سامي على هذه السياحة الجميلة والكلمات المتينة، وحقيقة تكلم عن أمراض وذكر المعالجات الدواء الداء والدواء. الفرصة إن شاء الله للدكتور سليم علوان أمين عام دار الفتوى والمجلس الأعلى الإسلامي أستراليا، الشيخ الدكتور سليم علوان، فليتفضل مشكورا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله خالق العالم من غير اقتباس، الذي أرسل سيد الأولين والآخرين رحمة لجميع الناس، فأوضح الكتاب والسنة وأباح الاجتهاد والقياس، شفقة على أمة لم تجتمع على مخالفة الحق بالانعكاس. والحمد لله رب العالمين الذي أعلى منار شريعته بالقبس من القياس الخفي والجلي، وأوضح طرائقها بالاجتهاد في الاعتماد على السبب القوي، وشرع للقاصر عن مرتبتها استفتاء من هو بها قائم ملي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توحيدا أنا له في صميم القلب واجد، وأنزهه عن كل ما لا يليق به، وأقدسه عن وضر التشبيه والتعطيل ما تكنه قلوب من العقائد، وأستودعه ذلك ليوم لا يجزي فيه ولد ولا والد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قدره على جميع الخلائق صاعد. اللهم صل وسلم على النبي الذي جمع جوامع الكلم حتى أدهش العرب، فكان أفصح من نطق بالضاد وخطب، ورضي الله عن أصحابه الذين شيدوا أركان دينه وذبوا عنها كل زائد، ووقفوا عند حدودها تحصيلا للمصالح ودرءا للمفاسد. وعن علماء المسلمين الذين خلفوا الصحابة والتابعين في تمهيد القواعد واستخراج الفرائد وضبط الأصول الشوارد، وكان من أعظمهم منة على من بعده من طلاب الفوائد الإمام الشافعي رضي الله عنه، فإن له أجمل العوائد لبناء كلامه على أصول هو أول من صنفها، فكم في رسالته من القلائد. فقد أظهر دفائن هذا العلم وكنوزه، وأوضح إشاراته ورموزه. أما بعد، أيها السادة الحضور، نتوجه أولا بالشكر لله سبحانه وتعالى على ما هدانا إليه، ثم نتوجه بالشكر الجزيل لصاحب رعاية هذا المؤتمر فخامة رئيس الجمهورية المصرية السيد عبد الفتاح السيسي وفقه الله سبحانه وتعالى، والشكر بعده موصول لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، ولكل من شارك وعاون في هذا المؤتمر لإنجاحه على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أيها الأخوات، من أهم مسائل علوم الأصول الاجتهاد، إذ عليه مدار العلماء الأعلام كأبي حنيفة
ومالك والشافعي وأحمد ومن بلغ مرتبتهم من المجتهدين في استنباط الأحكام، أحببت أن أقدم بحثا أتكلم فيه عن شروط الاجتهاد، عن ضوابط الاجتهاد، عن الذي هو مؤهل ليجتهد، لا لنقول باب الاجتهاد مغلق. وسنكرر بعض الكلمات التي قالها غيرنا من الباحثين والمشايخ للزيادة في التأكيد ولترسيخ الأمر في النفوس، حتى يعرف كل منا حده وليقف عنده، وحتى يعرف الواحد منا أن هذا الباب وإن كان مفتوحا لكنه ليس لكل إنسان، إنما للمؤهل، لمن استوفى الشروط. فأسميت البحث الاجتهاد شروطه وأنواعه، عرجت فيه على تعريف الاجتهاد لغة، ثم على تعريف الاجتهاد اصطلاحا، كما قالوا: استفراغ الفقيه الوسعة لتحصيل الظن بالحكم، هذا هو الاجتهاد. استفراغ الفقيه الوسعة، أن يبذل الفقيه كل وسعه وتمام طاقته في نظره في الأدلة بحيث لا يمكنه فوق ذلك لو أراد. وعندما قلنا الفقيه خرج بكلامنا غير الفقيه، لتحصيل الظن خرج بكلامنا ما كان من القطعيات، لأنه لا اجتهاد في القطعيات. وأما معنى قولهم بالحكم أي بالحكم الشرعي. ثم بينت عن الفقيه والمجتهد فقلت: هما اسمان يطلقان بمعنى واحد، كل منهما يصدق على ما يصدق عليه الآخر. وذكرت من شروط بلوغ الاجتهاد أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون فقيها النفس، أن يكون عارفا بالدليل العقلي، أن يكون عارفا بالأدلة الرافعة للبراءة الأصلية. وذلك أمران: أحدهما ما يرد من الكتاب والسنة وغيرهما مما يتفرع عنهما، والثاني ما يتوقف أو يتوقف الاستدلال عليه من علوم الآلة كالمصطلح والنحو ونحو ذلك. أما معرفته بالقرآن والسنة، ذهب كثير من العلماء أنه يلزمه من ذلك أن يكون عالما بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. أما علوم اللغة يشترط أن يكون عالما بفقه اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع وما شابه ذلك. أصول الفقه يشترط أن يعرفه كذلك. لذلك لا بد من توفر هذه الشروط في الشخص نفسه ليكون مجتهدا. وهناك شروط معتبرة عند الاجتهاد: أن يكون عالما بمواقع الإجماع والخلاف، أن يعرف الناسخ والمنسوخ، أن يعرف أسباب النزول من الآيات وأسباب قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، أن يعرف الصحيح من الحديث والضعيف مع معرفة أحوال الرواة ورجال الأسانيد. وكذلك لا بد من شروط أخرى أن تتوفر فيه عند حدوث هذه الحادثة التي يريد أن يجتهد فيها. إذا قلنا هذا كما قال أسلافنا من أهل العلم، ما هذا إلا لبيان أنه ليس بوسع أي إنسان أن يصل إلى هذه المرتبة، ولو سماه بعض الناس بأمير المجموعة، أو كان مشهورا على الإنترنت أو اليوتيوب أو الفيسبوك، أو ألف كتابا أو كتابين، أو خطب خطبتين أو أكثر، لا يعني أنه صار مؤهلا ليفتي للناس، لا سيما أن بعض الأحزاب والتيارات المنحرفة تفتي على حسب هواها. اليوم على حسب ما يهونه يكون عمل الانتخابات حرام، ودخول البرلمان حرام، والحكم بالأحكام الوضعية القانونية كفر. ثم بعد فترة نفس الأمور تصير عمل الانتخابات ودخول البرلمان
والحكم بالأحكام القانونية الوضعية، قالوا هذا صار من الواجبات الشرعية التي لا بد منها. فالحكم لا يكون على حسب ما يهوى فلان أو فلان، إنما على حسب الحكم الشرعي. من هو المؤهل ليكون متكلما في هذا الباب؟ أي إنسان تصدر باسم المشيخة، باسم أنه عالم أو شيخ، وهو لا يحفظ 10 أحاديث بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقتحم هذا الباب من غير خوف من الله سبحانه وتعالى. وذكرت في هذا البحث شيئا مهما يتعلق بالعدالة. هل تشترط في هذا المجتهد العدالة؟ بينت أن هذه مسألة اختلافية بين العلماء، اختلف العلماء في هذا، هل يشترط فيه العدالة ليبلغ هذه الرتبة أم لا، اختلفوا فيها. لكن قالوا لو قلنا بأنها لا تشترط العدالة فيه وهو قد بلغ رتبة الاجتهاد، لكن لا يقلد ولا يتبع ولا يستفتى إلا الثقة، إلا العالم الثقة الذي يخاف الله سبحانه وتعالى. ثم بينت من هذه المسائل عن المجتهد في المذهب، عن المجتهد في الفتية، وعن تجزؤ أمر الاجتهاد، وذكرت أنه يجوز على نبينا صلى الله عليه وسلم أمر الاجتهاد، وأنه إذا اجتهد لا يخطئ في التشريع صلى الله عليه وسلم، لا يجوز عليه الخطأ في أمر التشريع، إلى ما بينا من أمور كثيرة تتعلق بهذه الضوابط، وأعطينا عليها أمثلة إن شاء الله تكون مفيدة وماتعة لكل باحث ولكل من يريد الحقيقة. كل هذا يجرنا أيها الإخوة، أيها الأخوات، أيها السادة المشايخ، أيها الحضور، حتى نتعاون فيما بيننا على ضبط الأمر. ليس كل إنسان طلع على التلفزيون أو على اليوتيوب أو صار مشهور بين الناس أو سموه أمير المجموعة أو شيخ الطريقة أو فلان أو فلان بأي منصب كان، صار هو المؤهل أن يفتي على هواه. فإذا قلت له من أين تأتي بهذا؟ لا وافقت المجتهدين ولا وافقت قواعد الاجتهاد، فيقول بكل جرأة قبيحة: نحن رجال وأولئك رجال. مثل أولئك رجال كمان نحن رجال بدنا نجتهد. ويعم تعم الفوضى بين الناس ويكثر الفساد بين الناس ويصير الأمر كما صار، الخراب في البلاد، استباحة الدماء، دماء الأبرياء، أكل أموال الناس بالباطل، الفوضى التي عمت، حتى أثر ذلك على سمعة دين الإسلام. واللي عاش في بلاد الاغتراب مثل أستراليا وغيرها يدرك خطورة ما نحن نتكلم عنه. تصدر أناس كثيرون باسم الدين فشوهوا سمعة الدين ونفروا الناس زيادة عن هذا الدين العظيم. أختم كلامي بحادثة حدثت. جاءتني امرأة إلى مكتب دار الفتوى في أستراليا، امرأة كبيرة في السن ما كنت أعرفها، قالت لي: يا شيخ، معي أوراق باللغة الإنجليزية 11 ورقة لازلت وأنا أحتفظ بها. قالت لي: إذا بتريد تطلع على الإذاعة الإسلامية في أستراليا، الحمد لله إذاعة اسمها إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، فيك تسمعها على الأبليكيشن على التليفون يعني مرخصا من الدولة، بسمعها بالبيت وبالسيارة وما شابه ذلك. طلع على الإذاعة ونبه شباب المسلمين من الفرق المنحرفة والأفكار الفاسدة التي تخالف الدين. قلت له: نحن عادة نعمل هيك بين فترة وفترة. قلت له: بس أنا عم أكد عليك، لأنه ابني عمره 21 سنة، عريس جديد، اتعرف على مجموعة من الشباب، 3 شباب بأعماره، اتفقوا فيما بينهم بسبب نسميه بالعامية غسيل الدماغ، راحوا عند شيخ دعا انه هو امير وشيخ، غسل لهم دماغهم، ضحك عليهم، قال لهم: انتم عايشين باستراليا وهول الاستراليين منهم مسلمين، حلال تسرقوهم وتاخذوا اموالهم وتروحوا على البنك وتفوتوا على بيوتهم، وكاتب بالورقة: اذا تمكنت من بنات النساء ما تقصر. وآخر صفحة أنا شفتها موجودة معي، قال: ما تنسى الأمير 80% من حصيلة هالمال كلياته.
قالت لي خذ وطلع احكي عليهم، ابني الان بالحبس. ليه؟ هذه يومتها كذبت عنا الجرائد الاستراليه. هول مجموعه من الشباب حاولوا يسرقوا بنك، راحوا ليسرقوا بنك، فالشرطه الفيدراليه قبضت عليهم. شو عملوا؟ ضروا حالهم، ضروا عائلتهم، مجتمعهم، وشوهوا سمع الدين. مع انه اكثر من مره بينا ان هذا في الاسلام حرام، ونص على ذلك العلماء وكذلك السابقين كالحاليين، لكن اولئك ضحكوا عليهم، ما عندهم علم، لعبوا براسهم، اخذوهم الى ما حيث لا يرضي الله عز وجل. فلذلك هو الكتار نحن عم نطالب مثل ما كان عم يحكي الاستاذ من قليل، بدنا رقابه دينيه كمان على الاعلام، ما تطلع مين ما كان على الاعلام. نحن قاعدين باستراليا، ما طول عليك مدير الجلسه، اخر كلام خطر ببالي، نحن باستراليا وصلنا اكثر من 30 سنه، ودار الفتوى مجلس معروف ورسمي والى اخره، بسمع بشخص بيقولوا اسمه فلان الفلاني مفتي استراليا. نحن عايشين هناك، انا بحياتي ما شفته ولا اجتمعنا فيه، لا بتعزيه ولا بفرح ولا بطرح ولا بمناسبه مع الدوله، ما سمعت فيه الا كان في مصر، طلع على بعض الاعلام المصري، ومنه اعلام يعني للدوله تابع، لكن طلع باسم مفتي استراليا وبلش يحرف بالدين، ما بفكر الفاتحه، وصار يحلل ويحرم على هواه، على ما يرضي شيطانه والعياذ بالله. يعني مثل الأشياء، واحد منا مين يوقف هؤلاء أن يصعدوا إلى هذه المنابر الإعلامية، فضلا عن المنابر في المساجد، فضلا عن تأليف الكتب اللي عم تتوزع بالمجان وبالألوان وبعدة لغات. بيجوا عند الشباب يا دكتور اللي ما بيعرف يحكي عربي، بيترجموا له كتب باللغة الإنجليزية هيك قصيرة، بيقول له هذا هو الدين. ما قالوا له شو قال الشافع ومالك واحمد وابو حنيفه وشو الصحابه وشو احاديث، هيك الشيخ تاعنا قالنا، خذ اقرا، بفكر الدين كله بهالخمس اوراق. هذا بيتطلب من المشايخ والمرجعيات الاسلاميه والمؤسسات الدينيه المزيد من التعاون والرقابه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للخير وان يجمعنا على خير، امين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا دكتور. لو لم يجمع إلا هذا الجمع من جميع أنحاء العالم، من أستراليا، من أوغندا، أفريقيا، من الخليج، من آسيا، من الهند، من أمريكا، هذا المؤتمر لو لم يجمع إلا هؤلاء لكفاه نجاحا. وهذا كله يعني من نتائج هذا المجتمع ومن ثمراته أننا وفقنا أن اجتمعنا بهؤلاء الكوكب من جميع عن حال العالم، وكل واحد حكى الإشكالات. الآن الفتوى، ضبط الفتوى دي إشكالية كبيرة يا جماعة، برضو يعني ضبط الفتوى بأن يقوم بها أهل العلم وأن يقوم بها أهل الفقه من العلماء الراسخين من خلال المجامع الفقهية التي تعتمد على الفتوى الجماعية، ودي مسألة مهمة جدا. وكذلك وجود آلية، لا بد من وجود آلية أن يكون هذا المؤتمر آلية لإحكام التنسيق بين الدول لتبادل التجارب والخبرات. الآن شيخ سليم مدان التجارب في استراليا، تجارب في مصر، تجارب في الهند، تجارب في الخليج، تجارب، هذه كلها لا بد من إحكامها. نشكر للدكتور سليم حلوان، ونفتح المجال إن شاء الله لفرص المداخلات. الفرصة الأولى للدكتور أيمن علي أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف. السلام عليكم. يعني حيا حضراتكم، وشاكرين لهذا الأداء الراقي والمتميز للسادة أعضاء المنصة والقيادة الرشيدة للجلسة. والحقيقة يعني الموضوعات التي طرحت في هذه الجلسة المحاور فيها كثيرة وكلها مهمة، لكن أنا يعني اسمح لي أستاذي الدكتور سامي، وأنا بعتبر نفسي من تلاميذه، إن أنا يعني كنت متدرب تحت يده
في احدى الدورات في هيئة الرقابة الإدارية تقريبا في سنة 2017، واحنا بنتكلم عن دور يعني التواصل الإعلامي وأثره في كيفية نشر الخطاب الديني. والحقيقة الدكتور قال كلام مهم جدا، ويمكن من الكلام اللي قاله الدكتور يعني القصة اللي حكاها عن ابن سيادته وعن يعني ابن جاره لما سمعناها في وقتها كانت من الأمور المؤثرة جدا والدافع لينا جدا ان احنا على المستوى الافراد نجتهد. بالاضافة لان الوزارة وزارة الاوقاف في ظل سيادة الرئيس للدولة المصرية وفي ظل قيادة معالي وزير الاوقاف لهذه الوزارة كان عندها استراتيجية تتكامل تكاملا كاملا مع رؤية الدولة الوطنية الدولة المصرية في بناء الوعي الرشيد، بناء الوعي الذي لابد لنا منه ونحن مقبلون على جمهورية جديدة. كان عندنا في الاستراتيجية دي إيمان ويقين كامل إن الأمن والوعي الفكري والديني لا يقل أهمية عن الوعي الاقتصادي ولا عن الوعي السياسي، وأن الدولة لن تقوم على أقدامها ولن تصل إلى ريادتها التي تليق بها حتى تتغلب على كل هذه التحديات مجتمعة. ومن هنا أنا لا أريد أن أطيل، كان دور كبير لأكاديمية الأوقاف الدولية في تدريب الأئمة والواعظات في تغيير هذه الصورة الذهنية. أصبح الآن عندنا أئمة على أعلى وأرقى مستوى، مش بس الأئمة، الواعظات الفضليات اللي قاعدين الآن، أي واعظة من الواعظات اللي موجودة الآن قادرة ومتمكنة أنها تقوم تتكلم دلوقتي في أي قضية من قضايا العصر، لأن التأهيل كان على أعلى مستوى، ليس تأهيل يعني وتثقيف ديني فحسب. إنما أستاذنا الدكتور سامي دايما معانا في الدورات أحد الأعمدة التي نعتمد عليها، يعني كما أشار سيادته أن لابد من الداعية أو الواعظة يكون عندها قدرة على التواصل الإعلامي. احنا كان عندنا دورة بالتنسيق مع كلية الإعلام جامعة القاهرة تم تدريب فيها عدد كبير من الأئمة ومن الواعظات، ودائما ما نستعين بأستاذنا الدكتور في قضية التواصل الإعلامي. أقول لحضراتكم لم يكن التهيئة والتدريب متوقفة فحسب عند قضية التأهيل الثقافي والديني، بل قضية الأمن المجتمعي كانت أولوية أولى عند معالي الوزير في تهيئة الأئمة والواعظات. علشان كده كان في بروتوكول بيننا وبين أكاديمية ناصر العسكرية العليا لتدريب الأئمة والواعظات، ودي كانت سابقة جديدة لم تحدث من قبل. أنا عايز الإمام يكون إمام عصري، إمام مستنير مدرك للتحديات التي تواجه الوطن. مش القضية قضية إن أنا أكون عندي النص وفهم النص وحافظ الحديث وفهم الحديث ولا أدرك التحديات الكبيرة اللي بتحيط بالمجتمع، لأن كلها من أهم العوامل المؤثرة في الفتوى وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أخيرا يعني كان يمكن حظ الشاب الصغير اللي كان بيتكلم ده كان حظه أيامها من 7-8 سنين ما كانش زي حظ شبابنا اليومين دول. احنا كان عندنا البرنامج الصيفي للطفل السنة دي في سابقة لم تحدث، آلاف الأطفال على مستوى الجمهورية في المساجد، مش هم بس، هم وأبائهم وأمهاتهم. الأم تجد الواعظة، تجلس لها مفتية وتجلس لها داعية وتجلس لها مقرئة للقرآن، والابن يجد الإمام الذي درب تدريبا عصريا وله القدرة على التعامل مع الطفل ومع الشيخ ومع كل فئات المجتمع وتوصيل المعلومة بأسلوب سهل ميسر وسطي مستنير. وكان هذا البرنامج فتحة خير على أبنائنا. احنا المفروض كان البرنامج ده برنامج صيفي، لما جه مع الوزير أعلن ان نهايته بنهاية الفترة الصيفية، مناشدات الآباء والأمهات ان البرنامج ده يستمر يعني كانت أكثر مما تحكى وتوصف. أنا بس حبيت أعمل مداخلة سريعة قصيرة البسيطة دي لتوضيح وتحديد ان الصورة الذهنية هذه كانت في مرحلة سابقة وليست في مرحلة حالية. وشكرا لسعة صدر حضرتك. شكرا دكتور أيمن، إضافة جميلة وطمنتنا شوية والحمد لله، جزاك الله خير. الآن مداخلة
الأستاذ الدكتور سيف الدين قزامي عميد كلية الشريعة والقانون السابق بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا موصل على هذه المعلومات الهادفة العادية التي أفادتنا كثيرا، ونشكر الدكتور سليم على شروط الاجتهاد. عموما فعلا الاجتهاد يعني يكلف تهم واستنباط الاحكام الشرعيه ليست من الامور السهله، اصعب يعني الاجتهاد وتبيان الحكم الشرعي واظهار الاحكام الشرعيه الامور المستجده اصعب المسائل. ولذلك الفقهاء الكرام فعلا بيان هذه الشروط الا يكون المجتهد صاحب هوى او زيغ، الا يكون صاحب هوى او زيغ، يعني يكون عنده ورع. لأن هو يتعامل مع نصوص خدمته أو هدفه هو إظهار الحكم الشرعي، مع ذلك أنه هو بحث في الأحكام الشرعية والأدلة والمصادر واستفرغ الجهد والطاقة وضم الإيه يعني طلب الظن بالحكم الشرعي، والحمد لله وفق لذلك، لا يبتغي إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ففعلا نحن بحاجة إلى ثقافة الاجتهاد عموما ينبغي أن نعلمها العامة. وكما رأينا في المؤتمر فعلا بعض الزملاء فعلا أشار إلى أن المسائل لا يمكن الذهاب إلى مثلا شيخ طريقة فقط ومثلا دون أن يكون عالما أو يعني زعيم طريقة أو جماعة. دي مصيبة في الأمة الإسلامية، نجد زعيم معين ويكفر زعيم آخر ويأمر بإباحة دم الفريق الآخر لأنه لا ينتمي إلى جماعته. هذه موجودة في بعض الدول عندنا، وهذه مشكلة. يعني ثقافة الاجتهاد وتبيان الحكم الشرعي وضرورة الوعي، يعني فقام رئيس الجمهورية لعدة شهور تكلم في الوعي بصورة عامة، هو فعلا ديننا وطالبنا بأن نكون فعلا نعرف لكل قدره. ومن أخطر الأمور أن يسود يعني العلم، يدعي العلماء أن هو صاحب علم ويأخذ عنه الفتوى ويسير على رأي واحد ويكفر من رأي الآخر، وغفل عن الآيات الكريمة وما تدل عليها الكريمة والأحاديث الشريفة وما تدل عليها الأحاديث الشريفة. دي أمور يعني نعلمها أن الأمر أحيانا قد يكون من الوجوب وقد يكون من الندب وقد يكون الاستحباب، إنما قد يكون الحرم وقد يكون الكراهة في حديث واحد في كلمة واحدة. فساعتك تخفى على بعض الطائفة عندنا تدعي ولهم يعني صلوات ودولات ولهم أتباع، وهذه ظاهرة موجودة، وربما يعني يتحزر أمثال هؤلاء ويكفر الطرف الآخر. ومنها يعني ثقافة الاجتهاد ونشر الفكرة حتى من الإعداد والسنة والجامعة، وأن احنا نوعي الشعب بنين وبنات رجال ونساء لا يذهبون أبدا ولا يطلبون الفتية إلا من أهل الاجتهاد. وأيضا العيب الأكبر على يعني الهيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية الكبيرة وجهد هؤلاء العلماء، ينبغي أن يتفرغوا لقضايا المسلمين. ده قضايا المسلمين، لا يكفي أن يكون أستاذ في جامعة ومنتدب للهيئة معينة، لا يكفي أن يكون مثلا في جهة علمية وعنده مثلا، ينبغي أن يعني يأخذ راتبا ويأخذ رزقا ويتفرع لقضايا المسلمين. هذا هو ما أريد أن أضيفه، وشكرا والسلام عليكم. جزاك الله خير دكتور سيف الدين على هذه الإضافة والمداخلة. الفرصة الآن لدكتور خالد تغي الدين رئيس اللجنة المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية البرازيل. السلام عليكم جميعا. في البداية يعني أود أن أشكر هذه الجلسة المباركة والقيمة في نفس الوقت التي أثارت فينا الشجون. كامل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته لهذا المؤتمر، والشكر موصول لمعالي الدكتور محمد مختار جمعة على أنه دعا المجتمعات المسلمة في الخارج الدكتور لتتحاور وتبحث عن حلول للمشاكل التي نمر بها في عالم الاغتراب. معالي الدكتور سامي عبد العزيز مدير كلية الإعلام أثار موضوع خطير جدا، وهو الروابط الإلكترونية وخطرها على المجتمعات المسلمة في الخارج. للأسف الشديد دكتور، في بعض هذه المواقع تصدر من بعض البلدان الإسلامية، وهذا ما يعني أن هناك ليست هناك رقابة على تلك المواقع،
وهذا يؤدي إلى ضلال المسلمين في الخارج. سمعنا عن مفتي البرازيل، وسمعنا عن دار الإفتاء البرازيلية، وسمعنا عن الإفتاء الأعلى بأمريكا اللاتينية، مؤسسات ليس لها على الأرض وليس لها أي موقع على الأرض. وللأسف حينما بحثنا عن بعضها، عن دار الإفتاء البرازيلية، وجدنا أنها شركة لبيع الماء والدخان، أحد الأشخاص أسسها وصار مفتيا لدولة البرازيل. إذن يا إخوة الإسلام، هذا الأمر أدى بنا في النهاية إلى أن ينحرف بعض الشباب وخصوصا المسلمين الجدد، أن ينحرفوا يا دكتور سليم وأنتم تمرون بنفس التجربة، ويحاولوا أن يقوموا ببعض العمليات الإرهابية بناء على فتاوى ضالة من الجوجل يترجمونها إلى اللغة البرتغالية، وتم القبض عليهم قبل أولمبياد ريو دي جانيرو. فلذلك نحن نرسل هذه الصيحة وهذا الأمر لجمهورية مصر العربية وسائر بلدان العالم الإسلامي. إخواننا في الإمارات، نحن كان لنا لقاءات كثيرة مع سماحة المفتي وتحدثنا في هذا الشأن. يجب أن يكون هناك رقابة على تلك البلاد. وأيضا نحن نريد توصية الاهتمام بالمجتمعات المسلمة في الخارج من خلال تجريم هذه المواقع والتواصل مع سفارات الدول العربية والإسلامية لمعرفة هل موجودة فعلا السادة وكلاء الوزير، السادة المديرين. يجب، وسيصل صوتنا لمعالي الوزير بإذن الله تعالى، لأننا نمر بظروف صعبة جدا سوف تؤدي إلى ضياع الإسلام لا قدر الله بسبب الخوف من الإسلام في بلاد تفتح ذراعيها وتضع كل الإمكانات للمسلمين. أين نجد هذا؟ التسامح عالي جدا في بلاد البرازيل ودول أمريكا اللاتينية، يقابل بالخطاب السمح من الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، دار الإفتاء المصرية، المؤسسات المعتبرة في العالم الإسلامي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكرا دكتور خالد. إن شاء الله صرختك سمعت، إن شاء الله الصرخة التي أطلقتها سمعت إن شاء الله، وإن شاء الله سوف يستجيب لها إن شاء الله. دكتور سامي عنده طلب دقيقة، إن شاء الله ندو دقيقة إن شاء الله أكثر كمان. أنا أسعى للهروب من كل المصطلحات التي توقعني في أي خطأ لغويا كان أو دينيا كان. وحسأل سؤال قد يكون مفزعا، هل الإسلام في بدايته كان يسوق؟ نعم، كان هناك رسل يسوقون له. وهنا حينما أقول مسوق، أنا لا أتحدث تجاريا، ولذا اسمحوا لي أسألكم سؤال لأوجع به ضمائركم. هسألكم سؤال وعايز أسمع الإجابة. شركة من شركات إنتاج الصابون أنفقت مليون دولار، أتمنى حد يتوقع في القاعة صرفت مليون دولار على إيه؟ أولا ده استثمار في البحوث، شكل الصابونه. يا سيدي، مش بقى شكل الصابونه، ما افظع من ذلك. هل يا ترى انتج الصابونه بالتقويسه دي ولا بالتقويسه دي ولا منفرده؟ في اسواق اخرى انتجوها هكذا، في بلاد اخرى انتجوها هكذا، لماذا انتجوها هكذا في بعض الدول؟ لأن المواطن يضع الصابون مباشرة على الحوض فتبوش سريعا فيشعر أنها غالية عليه فلا يشتريها رغم أنها أرخص من ماركة أخرى. ماذا دلت ما أقوله؟ نحن بخلاء، بخلاء في بحوث قياس الأثر، نحن بخلاء في بحوث فعالية الخطاب الديني، نحن بخلاء في الإنفاق على معرفة مدركات الناس. يا سادة، ما يدركه الناس هو الواقع حتى وإن لم يكن هو الواقع.
بدليل حتى بعض الحقائق قد لا تصدق إن كانت خارج خبرات المتلقي. رجل يصنع بيانو في غابة، في غابة، وهو قاعد في الغابة جاء فيل ووقف فوق البيانو. صديقه بتاع ماركتينج بتاع تسويق قال له بس وجدت ليك حملة عبقرية، في أكتر من لما نصور فيل واقف فوق إيه؟ فوق بيانو، معناها قوة الإيه؟ التحمل. أطلق الحملة ففشلت لسبب، لأن خيال البشر لم يتوقع أن هناك قطعة من الخشب تتحمل فيلا. ما بالكم وقرآننا وسنتنا فيه من الأشياء التي تجعلني أحيانا عند صلاة الفجر، وأنا لا أدعي التدين ولكن الله يكرمني بصلاة الفجر، أقسم بالله أن هناك بعض الآيات قد لا أكون فاهمها بعمق ولكن أشعر فيها أمامها بجلالة وبرعب شديد وعيني تبكي وأغلق غرفتي خوفا أن أولادي يقولوا أبويا اتجنن. ما بالكم وأنا متعلم، ما بالكم بغير المتعلم أو قليل الثقافة. مرة أخرى إن كان لي من مناشدة، أرجوكم أرجوكم لا تعتقدوا أن مجرد حديثكم رغم أنه رائعا وموثقا ومتأصلا أنه بالضرورة يصل كما تتصورون، لأنه في النهاية القائم بالاتصال لا يعرف إجابة لكل سؤال، أما السؤال عند متلقي الاتصال. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور سامي. الآن الفرصة للدكتور محمد نصار في المداخلة، مدير عام لإرشاد الدين وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب بالمنصة الكريمة، وكما يقال يعني إن اللغة أداة البيان، ويقولون إن اللغة بريد القلوب، بيد أن من المقام أحيانا ما يكون عصيا عن الكلام والصمت فيه أبلغ، فإن كان في الكلام فكرة فإن في الصمت والسكوت عبرة، ولعل أكبر عبرة هذه الكوكبة النيرة من العلماء الأجلاء الذين جاءوا من شتى بقاع الدنيا يتحدثوا عن هذا الموضوع الهام والخطير في آن واحد. ولكن يعني تسمح لي المنصة الكريمة، يعني أنا أعي جيدا أن الاجتهاد يعي أن الاجتهاد يعني يقع من حيث الخط البياني لمسألة أو لقضية الوسطية في الإسلام، يمثل الركن الأعظم والأهم في مسألة الوسطية والاعتدال. يعني ما أعرفه عن الوسطية والاعتدال أنه المنهج الذي يرتبط بالأصل ويتصل بالعصر، الذي يقوم على الفتوى والتبشير بالدعوة، الذي يدعو إلى الاجتهاد والتفاعل الحضاري لينتقل بنا من فقه الانكماش إلى فقه الانتعاش، ومن فقه الأزمة إلى فقه العافية، ومن فقه الضيق إلى فقه السعة. لذلك جاءت الآيات في الآية في آيات التحويل التي تحدثت عن الوسطية والاعتدال، قال تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكن وأنا أنظر إلى العنوان بتدبر وأسمع السادة العلماء الأجلاء، يمكن هجمتني إشكاليتان تتعلق بموضوع الاجتهاد، يعني إن شئت تسميها إشكالية المصطلح. الاجتهاد هو يعني الإصلاح أم أن الاجتهاد في طريق آخر؟ يعني هذه الإشكالية هدمتني لأنني سمعت كثيرا من المتحدثين يتحدثون في جانب الفقهيات، الاجتهاد في جانب الفقهيات، يعرجون على أحكام الشريعة الإسلامية. هل نحن نعي أو نعني الاجتهاد بهذا المفهوم أم أنه الإصلاح بالمفهوم ثقافة وتياراتها في الاقتصاد وتطبيقاته في القانون على هذا النحو، ماذا نعني؟ الإشكالية الثانية التي هجمتني أيضا هي التي تتعلق إذا يعني إذا كان الاجتهاد يتعلق بالعقل، فإن ترويض العقل ينبغي أن يكون منذ الطفولة مع الطفل عندما يشب أنا بحاول أنمي عقليا. طب عندما يتعلق هذا بالأسئلة المصيرية للطفل، وهو أو سمها الأسئلة المصيرية، الأسئلة الإيمانية التي تتعلق بالعقيدة وإلى آخره،
وهو يطلب أن يجتهد في التفكير، أما أفكر إذن أنا موجود، فهل يجب أن أعيده إلى إيمان العجائز كما يقولون، أم أنه ينبغي أن أحاوره وأن أناقشه وأن أفتح له أبواب الاجتهاد أكثر وأكثر وأكثر؟ على أي حال هذه إشكاليات تتعلق من وجهة نظري، يعني طرحت على ذهني في هذه الجلسة المباركة التي أشرف بالجلوس أمام قامات علمية كبيرة، يعني في من قامات العالم الإسلامي والعالم العربي وحتى العالم الأوروبي. لكن الجميع في النهاية يؤكد على أن الاجتهاد ينطلق من منطلقات علمية أصيلة، أن تسود الروح العلمية كل علاقاتنا ومواقفنا وشؤون حياتنا. من خلال النظرة العلمية نصدر قراراتنا الاستراتيجية والتكتيكية في الاقتصاد والسياسة والتعليم وكل شيء. وهذا ما أردت أن أطرحه من إشكاليات تعرضت لذهني أو خطرت على عقلي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكرك. نشكر الدكتور محمد. الحقيقة دخلنا في الجلسة الثانية بزمن كثير، لكن ندي فرصة لدكتور أحمد حداد في دقيقة إن شاء الله. شكرا فضيلة الشيخ على هذا الطرح وعلى هذه الأسئلة. لا إشكال في المصطلح، مصطلح الاجتهاد لا يعني الإصلاح، وأن لا بد للمجتهد أن يصلح ما أفسد الدهر، لا يعني ذلك. الاجتهاد مصطلح شرعي يعني استفراغ الوسع لاستنباط حكم شرعي من دليل ظني، يعني نريد أن نعرف مراد الله تبارك وتعالى من هذه المسألة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد. نريد أن نعرف حكم الله، هل هذا الحكم دائر في دائرة المباح أم الحظر أم الندب أم الكراهة أم الوجوب؟ معرفة الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية الخمسة المعروفة، الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، هذا ما يعنيه المجتهد. المجتهد لا يشرع، وإنما يستنبط من نصوص الشرع العامة بطريق القياس أو بطريق المصادر الشرعية المختلفة ليصل من خلالها إلى مراد الله، مراد الشرع من المكلف. قد يكون فيه صلاح وقد لا يكون فيه، يعني قد يكون هناك حظر، قد يكون هناك يعني ما يسمى بسد الذرائع، ولو لم يكن في أصله مباحا، ولو كان في أصله مباحا قد يكون المراد ذاك أن يصل المجتهد بحكم بما يراه من اجتهاده إلى أن هذا الأمر ممنوع سدا لذريعة الفساد أو لما يترتب عليه من آثار أخرى. فهذا ما يرى، فالاصطلاح محرر عند المجتهدين وعند الفقهاء. وكما تعرفون فضيلة المشايخ أصحاب الفضيلة أن باب الاجتهاد باب من أبواب أصول الفقه، فكل كتب أصول الفقه فيها كتاب الاجتهاد وله ضوابطه وشروطه وتحريراته التي لا تخفى. بحثنا نحن هنا في هذا المؤتمر هو في تأهيل المجتهد الذي نريد منه أن يصل إلى معرفة الأحكام الشرعية. هل كل من يدعي وصلا بليلة تقر له بذلك؟ لا، ليلة لا تقر لهم بذلك. هذا هو المراد، والله تعالى أعلم. الشكر للأخوة في المنصة، دكتور أحمد حداد، دكتور سليم علوان، دكتور عبد السلام عبد العزيز، وشكر للجميع. وحقيقة نعتذر لأخذ نصيب من الجلسة، ونعتذر للأخوة اللي تقدموا ببعض المداخلات، والسلام.